اول حاجه تعازينا الحاره للعائله الفنيه كامله. كنفتقدوا واحد الفنان اللي هو خونا وحبيبنا وصاحبنا وعطى الشيء الكثير للفن الشعبي المغربي. الخبر تلقيناه كفنانه يعني كالصاعقه والله القسم. والبارح انا طالع لداري، انا ساكن تنانيس في ضرب وعزه، طالع لداري بالليل حتى كنشوف الخبر مشى في انستغرام، عيط لي في التليفون، لقيت التليفون ديالو طافي وداكشي. دير معانا صاحبي صديق ديالي مقرب ليا، هزيت طوموبيلتي ومشيت ديريكتومون لدارو. حتى كيبان لي لي زومبيلونس، كيبان لي الناس ديال الدرك الملكي، عرفتي ركبيه. وما نكذبش عليكم ما بقيتش قدرت نوقف، لقيت الناس كتبكى، لقيت بعض الفنانات تما، لقيت سميتو تما جزاهم الله خيرا انهم جاو. كنطلبوا الله سبحانه وتعالى انه يرحمه. وافتقدنا فنان اللي فنان كبير والقلب الكبير وغير كيضحك، والا بغيتي تضحك وكنتي مقلق وكنتي كنتي 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 زعفان وكنتي متوتر وداك الشيء، الا بغيتي تضحك عيط لعمر شريف. والناس اللي مقربين لعمر شريف هما اللي غادي يشاطروني الراي. عمر اللي كيبقى انسان فكاهي وانسان ضحوكي. الله يرحم خويا عمر، والله يصبر وليداته ويصبر اهله ويصبر جميع الفنانين المغاربه. اكيد العائله ديالك كتواجد ديال اسبانيا، كيفاش كتشوف الحاله ديالك؟ اش نقول لكم؟ الله يصبرهم وليداته ويصبر مرته مسكينه. وهاد القضيه ديال ما يبغيها حتى شي واحد، لان انت غادي تموت وغادي تدفن وما غيكونوش حداك وليداتك. ولكن حنايا راه فينا خوتو، فينا احبابو، فينا عائلته. وما كاينش شي واحد ما كيبغيش عمر. عمر كيبغي كل شيء، المغرب كله ديال عمر، وعمر ديال المغرب كامل. مولاي طيب، هي الفنانه اليوم شفنا يلاه عزيز علينا الزملاء اللي جاو اليوم وكانوا هنا متواجدين هنا في لندن. اول حاجه الغياب ديال الفنانه، كاينين الفنانه جاو ماشي ما جاوش، غير هي واحد المساله راه جاو البارح بالليل. الفنانه جاو البارح مع 3 الصباح 4 الصباح، بقينا حنايا تل سميتو حدا دارو، ماشي ما جاوش الفنانه. الفنانه جاو، ولكن البارح داع الخبر بانه غادي تدفن في فاس. داكشي علاش ما جاوش الفنانه. وبالنسبه لعمر، والله كون كان غيتدفن هنا في كازا غتلقى واحد اش نقول لك، ما شاء الله غلي الناس اللي غيجيو في العزاء ديالو. واخا مولاي طيب، واش كان كيعاني من شي مرض يعني؟ عمر هاد جوج ديال الاسابيع تقريبا ولا 15 يوم كانوا شي اصدقاء اللي كانوا مقربين لي. انا تقريبا شي شهرين دابا ما بقيت تواصلت انا وياه، تقريبا ولا شهر، شي شهر وشهر ونص تقريبا ما تواصلت معاه. ولكن قال لهم عندي شي نغزه جيت القلب ديالي كيضرني، عنده شي نغزه بعض المرات كتشدو جيت القلب ديالو مسكين. الله يرحمه برحمه الله يا رب. الكلمه اللي غادي نقول في الظرفيه ما كتلقاش الكلمات، وداعا عمر شريف. الابتسامه ديالك والضحكه ديالك باقا في قلبنا. الرجل اللي ما عمره ما تعيب مع شي حد، عزاؤنا واحد لكل الاسره ديالو ولا سيما الاولاد ديالو اللي راهم في الدوله الاسبانيه. الله يصبرهم، الله يكون معاهم، وعزاؤنا واحد لكل الاسره الفنيه المغربيه. وشكرا لجهه الصحافه التغطيه ديالكم لهذا الحدث هذا اللي صراحه ألمنا كاملين. واعتذر لان الكلمات راه ما كاينش الكلمات نهائيا باش فقدان شخص اللي عزيز عليك ودائما فيما تتلاقى معاه كيخليك تمشي فرحان. لا اله الا الله، الا ما اعطى والا ما اخذ، انا الا وانا اليه راجعون. كباقي الاصدقاء صدمه، ما تيقناش، كنا قلنا مصر تكون اشاعه، الاغلبيه توصلنا بجوج الليل اللي توصلنا تاكدنا من الخبر. ما عندنا ما نقولوا، هذا قضاء الله وقدر، لله ما اعطى والا ما اخذ. ما عنديش شيء، كانت ازمه قلبيه لا اله الا الله. هذا الشيء ولينا كنشوفوه بزاف هذا الوقت هذا. شكرا.